قضية ايه النجف رجل عامل على السكينة. طبعا هذا مكان الحادث هنا، هذا يبيع سكاكين الولد وهذا وقف عليه هو حاليا جاي يقلب السكينة اللي نحر بيها، مستغرب ليش اللي نحر بيها حسب ما قرأت بالتعليقات. هذا وياه شهود عيان بالمواقع جاي يتعامل على سكينة اللي نحر بيها الطفل. خابات رعب يقولون هذا مختل عقليا ويحيلون للشماعية. لا كل شيء ما بيه، شخص نظيف وعاقل وواعي. عربان بسوق النجف طب للسوق ملابسه مرتبه وهاي السكينه بيده جاي يقلب بيها. تذبح ما تذبح ورايح قاتلك قدام المشكله. هذا هاي السكينه واضحه كلش بالتصوير. اها هاي قضيه بشعه حقيقه، المنظر كلش عرب حقيقه. هذا الشيء من القلب يعني يوميا. اكتب لي رايك بالتعليقات على هاي القضيه، ولو كنت انت القاضي او انت اللي تحكم بهاي القضيه شنو راح تكتب او شنو راح تحكم بحق هذا المجرم.